عجبك يعني قلتي لي الموضوع موضوعنا لليوم كثير فيه تفاؤل فيه شوفوا لقينا مقال بعنوان أحاديث مهمة لا تتوقف عند الأزواج السعداء أبدا. بمعنى إحنا اليوم لما بنشوف أزواج سعداء بنعتقد أنهم يا إما عم بيمثلوا علينا أو عم بيكذبوا علينا، بس في الحقيقة هنالك العديد من الأزواج اللي عايشين حياة سعيدة، وهذا مش بسبب الحظ أو الصدفة أو النصيب فقط، بل بسبب مجهود شخصي من الطرفين لاستمرارية هاي العلاقة، ومش استمراريتها بطريقة رمادية بل استمراريتها بنجاح وبحب وبشغف حقيقي. في ناس بيستمروا بس تمشاية حال، وفي ناس عن جد بيكونوا سعداء. نحكي عن الأزواج السعداء يعني. بالضبط. أوكي، قبل ما ندخل بس بتفاصيل الموضوع والله ركزوا معي باللي راح أحكي. شوفي رهوفة، في الستات دائما بيشكوا لبعض، جوزي بتتاءل لما أطلب منه يجيب غرض للبيت، جوزي بقول له يصلح اللمبة ما بيصلح وكذا. في ست قاعدة عمرها ما اشتكت، قالت بالعكس والله كل ما أطلب منه يجيب لي أي شيء من السوق بيروح بيجيب لي إياه على وجهه ابتسامة عريضة. المهم فراحت ليوم واحدة من الجارات زارت هذه الجارة، فقالت لها بالله تعطيني وصفة الكذا، قالت لها خذي هي افتح الدرج في دفتر وقلم جيبي لي إياهم. فبتقول أنا فتحت الدفتر شفت قائمة طلبات كاتبتها هاي الجارة لزوجها اللي ما بيشتكي لما تطلب منه طلبات. احذر شو بتكتب له مثلا، جيب جبنة بيضة مثل قلبك يا عيني، جيب قشطة يا قشطة، إيه؟ جيب بندورة مثل لون خدودك، جيب عسل يا عمري. هذا كل أسبوعيا هذا أسبوعيا بخلصوا ملامح الوجه ملامح. فقالت لها أنت كيف هيك؟ قالت لها كوني له امرأة يكن لك رجلا. الفكرة من هاي القصة حتى لو كانت مجازية، الرز مثلا بإيش ده تشربه الرز بحواجبه؟ مثلا بحباب عيونك بسمتي مثل رموشك مثل بسمة شفايفك. اسمعوا الفكرة، اعرفي كيف تطلب الطلب. This is to start with. 100% طبعا. لا انا بتفق يعني مش لهالإكستريم، مش لهالإكستريم، مش قشطة زي قلبك، بس يعني اكيد ممكن ماشي عسل يا عمري. شوفي بقولك يعني الدوشة الأزواج السعداء دائما بيعبروا لبعضهم البعض عن مشاعر الخوف والإحباط. شو يعني؟ يعني أنا ما بروح بشكي لأمي، ما بروح بشكي لصاحبتي، بحكي لجوزي إنه أنا خايفة من 1 2 3، أنا حاسة حالي إنه محبطة من 1 2 3. هذا الإشي كتير بيقوي العلاقة. ليه؟ لأنه المفروض إنه في بينكم ثقة كتير كبيرة، فالمفروض أنت لما بتحكي عن مخاوفك لهذا الرجل أو أنت بتشاركها مخاوفك بتحس إنه الهم مش عليك لحالك وإنكم تشاركتوا بها الهم. وكمان بنفس الوقت الضعف بيقرب البني أدمين من بعض كتير. يعني انت فكر حتى على مستوى الصداقة، بلحظات الفرح عمرك امتحنت صديق، بس بلحظات الضعف بتحس قديه هو وقف معك ودار باله عليك، فبتصير تحبه أكتر. فعشان هيك كل ما شاركتوا هاي المشاعر مع الطرف الآخر اللي انتم متأكدين طبعا انه ما رح يستعمل هاي الكلمات أو هاي العبارات ضدكم، لأنه في ناس للأسف من أحد أهم أسباب الانفصال والطلاق هو لما يستعمل نقاط ضعفك ضدك. طبعا يعني رهف، في مثلا مرة هيك قرأت نصيحة، نصيحة يعني هيك عن الزواج عموما، بأنه أنت ما تقولي لزوجك عن أخطائك لأنه بصير ينتبه عليها. يعني ما تقولي له أنا نصحانة صح، ما تقولي له أنا حاسة حالي مثلا عندي مثلا anxiety، حاسة أنه أنا مثلا محبطة من كذا. أو أنا بنظري إذا كانت العلاقة يحيطها الحذر الشديد من كلا الطرفين هي علاقة غير مريحة. بدي أقول لك إذا أنا بدي أصير أحسب طبعاً كل كلمة بدي أحكي لك إياها لأنه خايفة إنه لما الأمور تحتدم بيننا تستعملها كسلاح ضدي، إذا لا أنا ستر غطى عليك ولا أنت ستر غطى علي. الأساس المودة والرحمة. شو يعني؟ يعني أنت تقبل عيوبي قبل إيجابياتي. البني آدم وهو فرح وهو ناجح وهو منتج كل الناس حواليه أول ما يوقع بيختفوا. كملين معكم بمشوارنا الصباحي صح صح، واليوم عم نحكي عن الأزواج السعداء، شو بيحكوا، كيف بيتعايشوا مع بعض، شو الطرق والوسائل اللي بيعملوها ليخلوا شرارة الحب حاضرة وحقيقية بينهم. بقول لك كمان من الأمور المهمة بعد دراسات أجروها عن الأزواج السعداء هو الحديث عن المال، بمعنى أنه الأمور المالية لما بتكون واضحة بين الأزواج بتخلي الحياة أريح. تخيلي أنت عايشة مع شخص مش قادرة تقولي له أنه أنت مثلا عم بتمر بضائقة مالية، أو أنت كرجل مش قادر تقول لزوجتك أنه إحنا هاي الفترة بدنا نخفف مثلا مصاريف لأنه إحنا عنا
أنا عندي يعني أزمات معينة أو 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 أو. لما ما بيكون في راحة أو لما أنت بتحسي حالك أمام جلاد، وهون نخص الرجال بالذكر لأنه الرجال عادة بيشكوا لزوجاتهم. نعم. في زوجة بتلاقيها متقبلة وبتقول له بالعكس حبيبي وبنمشي زي ما بدك وأكيد وهذا الوقت صعب وأنا بفهم الأولاد، في زوجة بتصير تقول لك وين رحت بالمصاري وين 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 وين، بتبدأ المشاكل. فأنت مش المفروض أنه أنت متجوزة ATM، أنت متجوزة رجل بمر بأبس أند داونز، فإنك بتعاملي كأنه بنك صح. رح يخلق مشاكل بينك وبينه. أنا معك مليون بالمئة. شوفي رهوفة، أكثر 4 قضايا شائعة تحدث الخلافات بين الأزواج السعداء وغير السعداء. على فكرة الأزواج السعداء عندهم خلافات بس بيحلوها أكيد صح، وبتعاملوا معاها بطريقة مختلفة. الأطفال، المال، الافتقار إلى الرومانسية، والأصدقاء. هدول أكثر مين بيلرز بيتخانقوا عليهم الأزواج أو بيصير في خلافات. الفرق بين الأزواج السعداء وغير السعداء، الزوج السعيد والزوجة السعيدة تصغي، الزوج غير السعيد والزوجة غير السعيدة يستمع فقط. شو الفرق بين الإصغاء والاستماع؟ الاستماع لا يحتاج إلا إلى الأذن، تدخل من هون تطلع من هون بس. الإصغاء يحتاج إلى التركيز، يحتاج إلى الصدق، يحتاج إلى الاهتمام. مين قال إنه أنا لازم أستناك لتخلص كلامك عشان أنا أكون محضرة جملتي حتى أعلن انتصاري؟ شوفوا، الزواج القائم على إعلان الانتصارات هو زواج خاسر بكل ما للكلمة من معنى. أنا ما تجوزتك عشان أثبت لك إنه أنا صح وأنت غلط. شو بدي فيك وشو بدك فيي؟ بدنا إحنا مش أعداء، مش فريقين أعداء الله عليكي. فالخلافات دائما حاضرة وموجودة. بدي أقول لكم الأزواج السعداء لديهم خلافات بس بحلوها وبتطلعوا عليها بطريقة مختلفة. يعني في كمان موضوع كتير مهم، الأزواج عشان يكونوا سعداء لازم يحكوا لبعض كيف كل واحد منهم بحب إنه ينحب. في 5 لغات للتعبير عن الحب ومش كلنا بنحكي نفس اللغة، وممكن تكوني أنت تحكي لغة حب وزوجك بيحكي لغة حب، لهيك أنت مش واصلت لك مشاعره ولا هو قادر يوصل لك مشاعره. بعيدا عن علم النفس والفلسفه، وما بدي اقول لك اقعدي اقراي 5 لغات الحب وشوفي هو كيف بحبك وانت كيف تحبيه، في طريقه كثير ابسط، نقعد مع بعض تقولي له انا بحب لما بتعمل 1 2 3 صح. انا بحب الاهتمام، انا بحب انك تعبطني، انا بحب انه انت تسال عن هذا الموضوع. شو مكان اللي بتحبيه عبري صح. الأزواج السعداء بيحكوا لبعض، ما بيكون الكبرياء حاضر بينهم ويفهم لحاله شو أنا لحاله. بدي ليش إحنا داخلين على حرب؟ ليش يفهم لحاله؟ قولي له هو جوزك، يعني بالنهاية إيش بدك تحاولي تثبتي له؟ إيش بدكم تحاولوا تضلكم تثبتوا لبعض؟ وليه تخسروا البريق الأول؟ فكل ما اشتغلنا على الموضوع وللعلم كيف أنت بتحبي تنحبي بيتغير من العشرينات للثلاثينات للأربعينات. فهو إذا حبيتي أو حبك وأنت عمرك 25 سنة وعلى 35 بديتي تشعري بمشاعر إحباط وأنت حاسة حالك مش مبسوطة، عبري عن هذا الإشي لأنه البني آدم بتغير، إحنا مش جماد يا عمي من أول يوم لآخر يوم بدنا نضل نفس البني آدم. برافو عليكي. التواصل ومشكلتنا مع التواصل، طيب أوكي رح أحكي عن التواصل بعد ما نسمع هالأغنية. يلا على سيرة يلا شو بحبها الأغنية. على سيرة التواصل البشري اللي هلأ رهوفة كانت عم تحكي عنه، للأسف الشديد كتير أزواج بيروحوا خلاص على وقت النوم هو ماسك موبايله وهي ماسك موبايلها. من أهم قواعد السعادة الزوجية وقت النوم، أولا بصير في حديث من القلب إلى القلب صح. تحكي له شو صار معك كذا كذا، بالإضافة إلى ذلك منحط موبايلاتنا على السايلنت ومنحطها على جنب، لأنه لما تصير وايرد بالإنستغرام ولا بالفيسبوك ولا بالتيك توك ممكن تنام حتى بدون ما تقولها تصبحي على خير، وهي كارثة. كارثة لأنه لما ينقطع التواصل البشري والتواصل الإنساني بتصير العلاقة ما إلها قيمة. وأكبر دليل على ذلك الأزواج السعداء ما بينزلوا كتير صور على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يثبتوا لنا أنهم سعداء، هم غير بحاجة للإثبات صح. بعدين هم بيعيشوا اللحظة ما بيصوروها. مثلا سافروا كابل معين، سافروا على مكان، هلأ بنعرف شو عملوا، هلأ بنعرف شو سووا، عبارات الحب المصفوفة، هدول أزواج غير سعداء على الأغلب لأنه هم عايشين في حالة إثبات مستمرة. نصيحتي للكل، ابتعدوا قليلا عن الإنترنت، صدقوني رح تكتشفوا بأنه
لم تفتقدوا الكثير بداخله بداخل الانترنت، بس افتقدتوا الكثير في الخارج. رح تكتشفوا بأنه أمهاتكم كبروا بدون ما تحسوا، رح تكتشفوا كتير تفاصيل صغيرة راحت عليكم وإنتوا عقلكم أمام شاشة صغيرة معظم الذي يكتب فيها يا أكاذيب يا أقنعة مزيفة يا إشاعات يا أشخاص بتوسلوا لايكس. يعني صدقوني للأسف إحنا ما عم نستعملها بالاتجاه الصحيح. صح 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 ص